الاهلي امبارح لقاء بين الاول وال13، الاول متصدر البطوله وال13، برغم ان احنا متخيلين ان المباراه قد تكون اسهل، لكن يمكن ما كانش الاهلي في احسن مستوياته، او يمكن كان نقدر نقول عليها تراجع شويه لمستوى الاهلي. المفروض كان الماتش اصلا ان يكون اقوى من كده، يعني بعيدا عن جاب في المستوى المركز الاول وال13، لو المفروض كان ال13 يلعب اقوى من كده عشان عايز يقعد في الدوري، والاهلي كان المفروض هو بيقدم مستويات ثابته، يمكن ماتش فيوتشر هو اللي كان اقل شويه، انما اللي شفناه في ارض الملعب ما كانش احسن حاجه، يعني الماتش باين قوي ان هو ما كانش احسن حاجه، الاهلي بس كسب علشان هو منظم اكتر شويه، فالكره اديت له، الكره بتديك لما تكون ماشي على نفس السيستم حتى لو مش مستواك بتديك واحده، وبيرس تاون امبارح هو جاب الواحده دي، بس الماتش ما كانش، مش ده الماتش اللي شفنا هدف للاسماعيلي واتلغى. فانت شايف برضو ايه تحليلك للهدف اللي اتلغى ده؟ والله هو يعني هو من امبارح ما حدش يعرف الهدف اتلغى ليه، ما لناش تعليق على قواعد الحكام قوي يعني، ما حبش نقول كده، بس مش ما كانش مفهوم، هو اوف سايد هاند بول، في الاخر عرفنا ان هو هاند بول، طب هي جت في ايده، القعده بينت انه لا، فهو من امبارح الدنيا مقلوبه على السوشيال ميديا يعني، ولا صحيح الكره دي، بس هي الفكره بشوفها اكتر من ضربه جزاء ما اتحسبتش، هدف ما اتلغى، الفكره ان اسماعيل كان لازم يلعب بحمية اكتر من كده، يعني خلينا نتكلم كوره بعيد عن قرارات الحكام يعني، الكلام الكوره فريق محتاج نقط عشان يقعد، وعنده ماتش اضافي عن بقيه المنافسين لهبوط، انت لما تبص هتلاقي ست سبع فرق فاضل لهم ماتشين وهيهبطوا كلهم، الوحيد اللي عنده ماتش زياده اللي كان عنده ماتش مع الاهلي الاسماعيلي، انا المفروض انزل اموت نفسي اخد نقطه زياده، حاجه تقعدني اكتر من الباقيين، بالذات ان انا عندي ماتش اللي جاي مع منافس مباشر ليا اللي هو الداخليه، فالموضوع هيبقى صعب جدا على الاسماعيلي، ماتش امبارح الاسماعيلي عنده دافع اكتر من الاهلي، فكنا مستنيين نشوف حميه من الاسماعيلي 90 دقيقه اكتر من كده، هو ده الشيء اللي يضايق كوره، ويضايق طبعا جميل الاسماعيلي، يضايقنا كلنا عامه، اي حد بيحب الكوره لازم يحب الاسماعيلي يعني، الموضوع صعب شويه. لا وخلينا نقول ان هو الاسماعيلي برضو نادي يعتبر من النوادي الكبيره اللي موجوده في الدوري المصري تحديدا، على مدار تاريخ الكوره كله، على مدار التاريخ بنتكلم اهلي زمالك اسماعيلي، والناس فاكره ان الاسماعيلي مثلا وقع دلوقتي في بيراميدز وفي منافس قوي دلوقتي موجود، بس بنتكلم دي ثوابت موجوده في الكره المصريه 2017 2018، انت بتتكلم ان دايما عندك لعيب من الاسماعيلي في المنتخب دايما، حتى كاس الامم الافريقيه اخر اللي اتلعبت هنا 2019 كان بهبي محمدي في المنتخب، عندك يعني عندك حد منهم دايما في من الاسماعيلي في المنتخب وليه دور واضح، اخر سنتين هو الوضع من سيء الى اسوء، الموضوع صعب، وامبارح كان الاداء فنيا من الجهاز ومن اللعيبه ومن كل حاجه، متهيألي الوحيد اللي بيقوم بدوره في الاسماعيليه من رايي، متهيألي الاسماعيليه متفقين معايا في ده، الجمهور الوحيد اللي بيقوم بدورهم يعني، الجمهور بيساند الاسماعيلي معاه في كل حته، امبارح موجودين في برج العرب، انما الفريق ومجلس الجهاز الفني مجلس الاداره الحاجات الاداريه والفنيه كلها في النادي لم يوفق فيها قصور، عايز تتظبط يعني، عايزين نقعد كتير بقى يعني، عايز اتحل، عايز وقت كمان جدا يعني، وسمعنا كمان ان في ديون وفي حاجات يعني، الموضوع مش سهل يعني. طيب امبارح شفنا كولر وشفنا العاده بتاعته كالعاده تدوير اللاعبين، بس ما كناش حاسين انها جايبه نتيجه قوي امبارح، لازم يريح اللعيبه، بص في اخر سيزون الاهلي بدنيا انهك تماما، باين جدا في ماتش فيوتشر كان باين جدا، رتم اللعب ما بقاش الرتم السريع بتاع الاهلي، شيء منطقي شيء منطقي جدا يعني، شيء منطقي انه ينهك تماما، بالعكس احنا بدنيا عايزين ان احنا نبتدي الموسم زي ما ننهي الموسم، امال احنا بنعمل ليه بقى اعداد واحماء المواعيد عندنا وسنه كامله، والدوري عندنا مش موسم يعني، ما بقاش 8 9 شهور وبناخد راحه سلبيه لا الحاجات دي ما يعني لسه شويه، بس احنا بنقعد كتير شويه في الموسم، فطبيعي يجي في اخر ماتشين ثلاثه يحصل دروب في البدني. لا والاهلي تحديدا خارج من برضه كاس افريقيا على يعني في بص نفس درجات الماتشات يعني، هو بيتأجل ده على حساب ده يعني ما علينا، بس هو عامه الفرق المصريه كلها لازم يجي في الاخر يحصل دروب يعني، ده منطقي، وانا بختار ده، انا بعمل مدوره، انا مكان كولر بشيل 3 4 5 لعيبه مهمين وانزل لعيبه مكانهم مش واخدين نفس الجرعات البدنيه بتاعت الباقيين عشان مشاركات الماتشات، فبيبان ان عندي في دور في الفرقه في مشكله بدنيه، ما اللعيبه مش نفس الريتم بعض، في ناس واخده وناس لسه داخله جديد، امبارح شايفين كريستو، شايفين يعني في ناس بتخش فجاه تلاقيها انت موجود، شريف قعد فتره بعيد وبعدين بيحاول يرجع، فمش هيبقى صحيح نفس الريتم اللعيبه اللي بتلعب على طول زي مروان عطيه مثلا اللي هو في البيك، ويمكن هو ده الهدف من التدوير اللي هو بيعمله دايما. طبعا اللعيبه انا لو فضلت العبه 50 60 ماتش هيموت مني في اخر الموسم يعني، مش هينفع، حتى فرق اوروبا نفسها بيجي في ماتشات معينه، طبعا احنا في مصر ما بنقبلش الفكره دي قوي غير لو حسمنا اللقب او بعدنا عن اللقب، انما في اوروبا هو واخد من اول السيزون كاس الاتحاد مثلا في انجلترا الكاس الثاني مثلا او كاس مثلا او حاجه، هلعب بالاحتياطي ما اقدرش اللعيب يلعب معايا اساسي طول الموسم يعني. صحيح، بس الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش امبارح، يعني انا عايز افضل ماشي كويس، الجمهور بيبقى عاوز اكتر، كنا عايزين ننبسط اكتر واحنا بنتفرج، اي جمهور كوره عامه الاهلي والاسماعيلي بتقعد يتفرج ايا كان انت مالك يعني، حتى لو زملكاوي بيتفرج على الماتش، هو ده ماتش جامد يعني، ده ماتش بيتلعب فيه كوره، والحاجه الثانيه ان جمهور الاهلي دايما عايز الاكتر، عايز اكسب واحد ليه،
انا اتعودت على الثلاثه مثلا بقالي فتره، انا اكسب ثلاثه ما نجيب خمسه. بس هي الاهلي لو سالت كل ما انت عايز ايه، ادور اللعيبه ما اطلع من غير اصابات وبلاش اتعادل يا بيت اكسب عشان افضل بنفس في الوتيره، وبعد ماتش فيوتشر كمان ما تعادلش ماتش تاني عشان ما ادخلش الشك باي شكل في قلوب الجماهير، يعني اكمل زي ما انا. فهو كمل 1-0 حلو قوي، بس انا مش عايز حاجه اكتر من كده. ماتش الاتحاد هيلعب برضه ان هو يخطف 3 بونت ويفضل له نقطتين بقى ياخدهم في اي ماتش. ايه حكايه ان احنا بقينا في الفتره الاخرانيه بنسمع اسامي الاجنحه اكتر ما بنسمع اسامي الهدافين؟ ما فيش مهاجمين بنسمع لهم اسامي واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش؟ بلاش المعلق بيجيب سيرتهم قوي يعني. بس هو رقم 9 اصلا في العالم كله، يعني في كذا كذا مقال كتب بابا فور فور تو او وورلد سكر، اي حد بيدور بابا، يعني فكره ان البحث عن رقم 9 ده الموضوع صعب جدا. يعني قلت لك دلوقتي هيدي لي 5 مهاجمين 9 يعني مهاجم صندوق، هتلاقي صعوبه. مين في العالم ممكن اشتريها؟ مثلا الناس تقول مثلا ريال مدريد عايز يجيب بديل لبنزيما، مين في العالم؟ فنفضل نفكر مين الخمسة. لو قلت لك قول خمسة هتقول هالاند وأوسمن ونعطل، يعني مين تاني؟ في مشكلة في ده على مستوى العالم. طبعا مصر أصلا عندها مشكلة كبيرة في المركز ده من قبل ما المشكلة من خطط اللعب تتغير ويبقى العالم كله بيجيب أجنحة. لا، هي مصر عندها مشكلة أصلا في المركز ده. يعني عمرو زكي، عماد متعب، وباسم مرسي ظهر سنة، ده في آخر 7-8 سنين. يعني باسم مرسي ظهر سنة وخلاص، مصر ما عندهاش مهاجمين. ومعظم تعاقدات الأندية المصرية مع الأجانب المحترفين بتبقى في رقم 9. طب خلينا نتكلم على خط النص النادي الاهلي، هل محتاج تدعيم بعد تحديدا رحيل حمدي فتحي؟ ولا شايف ان قفشه يكفي ومروان وديانج يعني موجوده في النادي الاهلي تكفي؟ ده يعني مش محتاجين تدعيم في الفتره اللي جايه لخط النص الاهلي؟ جبت 2 لعيبه في الشتاء، قندوسي مروان عطيه، جبت 2 لعيبه كويسين قوي قوي، واحد فيهم ظهر بمظهر كويس، ومشيت واحد بالحسب الورق والقلم. يكفي جدا. بس بالنسبه لارتباط جماهير الاهلي واهميه دور حمدي فتحي، ارتباط جماهير الاهلي بيه واهميه دوره في الملعب ونسب مشاركاته في اخر 4-5 سنين مع الاهلي من ساعه انضمامه من NBA، حمدي لا، محتاج تجيب تقاله اللي هي تجيب لعيب كبير مكانه، لان لسه القندوسي ما اثبتش نفسه قوي، مروان اثبت نفسه بس لسه القندوسي مش قوي، وديانج بيمر بمرحله تذبذب مستوى، لازم اجيب بديل تقيل قوي لحمدي فتحي، لان الراجل ده كان اهم فرد في منظومه خط نص الاهلي. صحيح. انا ما مشيتش واحد من اللي بيدوروا من دور اللعب معاهم، مشيت واحد لسه جاي مثلا مبشر، مثلا مشيت واحد مستواه متذبذب، لا ده مشيت الاساسي بتاعي في الخط ده. لازم اعوضه بنجمتي. متهيألي الاهلي في موسم انتقالات الصيفي هيجيب لعيب مكان حمدي فتحي، يعني 99% مش هيسيبها كده رغم وجود القندوسي. مروان عطيه هم يقدروا يعملوا ده، بس صحيح ولعيب سريع القندوسي، مش بس جمهور الاهلي مستني بديل حمدي فتحي من كتر ما حمدي فتحي لعيب مهم عند جماهير الاهلي. يعني هو بتيجي قيمته من اهميته، مهما طلع لعيبه مثلا لعيبه كويسه، مش عارف في لعيبه كتير قوي مثلا حاولت تعوض ساسي مع الزمالك والزمالك خد دوري، وهل الجماهير نسيت فرجاني ساسي؟ لا، احنا عايزين بديل فرجاني، مالناش دعوه، لان اللعيب ده ارتبط في قلوب الجماهير. بيبقى في بقى حاجات ثانيه، توقيت اهدافه، هو دوره كفايتر في الملعب 90 دقيقه، انا شايف واحد موت نفسه مقاتل. فانا عايز واحد شبهه عشان الجمهور يرضى عني. فمتهيألي لا، يعني 99% هيجيب بديل لحمدي فتحي في الصيف. طيب هو محتاج ده. جمهور الكره دلوقتي خلص مباراه الاهلي والاسماعيلي، ابتدى بقى عينه على اللي هيحصل في المنتخب الاولمبي. احنا متخيلين ان احنا ابتدينا فعليا بالفعل نستعد لباريس 24؟ حاجه مفرحه جدا. طالعه من القلب قوي التنهيده دي. بص، اي حد بيتكلم كوره قبل البطوله تخوفات رهيبه ان احنا نعرف نوصل كده. خلينا صراحة يعني الجيل ده، بس احنا استريحنا خلاص وتمام المشكلة دي طلعت كده. يعني بعد لا، الواحد قبل البطولة تيجي تفكري الجيل ده هيتظلم. احنا بنتكلم عن باريس اهو، مش بنتكلم عن المباراة ولا بنتكلم عن اللي هيحصل مصر والجزائر. خلاص خلاص خلاص، مصر والمغرب صحيح. يعني بعد يمكن اخفاقات كتيرة للمنتخب الاولمبي تحديدا، شفنا المدير الفني قدر يطلع اسماء وقدر يعتمد على اسماء وقدر يحقق بيهم انتصار. ففكره ليه الجيل ده يتظلم؟ ما ممكن الجيل ده يعمل حاجه مختلفه زي اللي قبل كده جدا ودلوقتي يقدر. بس انا كان قصدي قبل البطوله، لما تيجي تبص على التقارن بين المنتخب ده والجيل اللي فات اللي هو بتاع رمضان ومصطفى محمد وكده، كان الجيل مثلا 11 لعيب منهم 10 بيلعبوا اساسيين في انديتهم في الدوري المصري. صحيح. ومؤثرين جدا يعني، وانت عارفهم، الجمهور عارفهم مثلا. وكانوا بيلعبوا في المنتخب الكبير. بس منهم 5-6 كانوا بيروحوا منتخب كبير، وبعد البطوله دي على طول بقوا اساسيين في المنتخب الكبير. انما لو نزلنا دلوقتي الشارع وسالنا الناس مثلا قبل البطوله مين ال 11 اللي هيلعبوا البطوله دي؟ محدش يعرف. 2-3. يعني هيقول لك 2-3 منهم. ابراهيم عادل، الثلاثه اللي قدام تقريبا يعني. انما مع الوقت، والراجل اللي عمل كده فعلا بعده مع الضغوط، نظم الخطوط جدا
ومش محتاج انت تلعب كوره قويه جدا او تكتسح منافسينك وانت لسه بتاخدها واحده واحده. لا هناخدها واحده. حتى تصريحاته بعد ماتش النيجر الاولاني، هتعادلنا ويمكن اضعف منتخب في المجموعه النيجر، لما تعادلنا الراجل كان هادي جدا. صحيح، وقدرت تحافظ على شباكك نظيفه. بس احنا مش مستعجلين وهنطلع، مش هتعادلنا، ده حاجه كويسه، عندنا حاجه كويسه في اول ماتش نبني عليها، عندنا كلين شيت، يلا بينا الماتش الثاني. الراجل هادي جدا، حتى لما الجون اتاخر في الماتش الثاني احنا هاديين، هي جايه. وهو راجل ده عمل دي الحاجه اللي احنا في مصر بنستعجل عليها، احنا ما نلعبش حلو ليه؟ الاول نلعب بس اصلا، يعني الاول ال 11 يعرفوا اماكنهم، يقفوا صح، ما يخشوا فينا اجوان، في مكتسبات. يطبع اللعيبه على بعض؟ كل ماتش ما دام انت بتاخدي خطوه لقدام. ده بالنسبه طبعا للمديرين الفنيين الاجانب هم اللي بياخدوا بالهم من ده، احنا في مصر بنستعجل جدا. انت بتاخد خطوه لقدام انت ماشي صح. ممكن مع الوقت ممكن يكون بيخش مثلا فيها اجوان، بس انا بجيب اجوان اكتر. شويه شويه الاجوان دي بقت جون كل ماتش، انا ماشي صح، انا بقلل. فالراجل ده خد هنمشي ازاي في ماتش المغرب؟ بنتكلم على منتخب عنيد. ضغط قوي جدا. منتخب كويس جدا. مباراه على ملعبه. جدا، وجماهيرهم بتساندهم، وهم منتخب كويس قوي، وهم سكواد قبل البطوله، هم منتخب قوي جدا. هم اقوى منتخب في الثمانيه، يعني هم منتخب اللي جاهز، مش عشان ارضه كمان، هم السكواد بتاعهم قوي. بس منتخب مصر بالثقه اللي بانت والتماسك بتاعنا، وفي حاجه هم نفسهم مغابه بيتكلموا عليها. هم المنتخبات كلها دلوقتي بيتكلموا عن المنتخب بتاعنا صعب قوي تجيب فيهم جول. صحيح. علينا. حمزه عامل بطوله رهيبه، حمزه علاء الجون بتاعنا احسن جون في البطوله، 4 كلين شيت يعني في 4 ماتشات، وخط الدفاع بتاعنا قوي قوي. هم ابتدوا اللي هو فيه يأس شويه في الكلام، اللي هو احنا عارفين ان خط دفاعهم قوي، عارفين ان حارس مرماهم قوي، فبيتكلموا علينا احنا نازلين الماتش ده احنا اقوياء. قبل البطوله يمكن كان السكواد مش 50 50 خالص، انما دلوقتي لا، احنا جاهزين. وهم خايفين كمان من الثلاثه اللي قدام عندنا، عندنا خط هجوم قوي جدا. الثلاثه اللي بيلعبوا في الانديه. توقعاتك للمباراه سريعا. نقدر. ما بصوا في الكوره مش عشان نقدر كام 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 دي اجابه دبلوماسيه. انا عاوز كام كام دي اجابه الهدف منها البعد عن الضغط الجماهيري ونمشي بالهادي زي ما كان المدرب الفني بيقول. انا هعلي على ميكايل يعني. لا مصر هتاخد البطوله ان شاء الله. الناس كلها فاكره المغرب يعني، مصر هتاخد البطوله. دي احلى ختام. خدها مني ضمان التعليق. بقول لك ده احلى ختام. لا هناخد ميعادنا بعد المباراه اكيد ان شاء الله. هنتكلم بعض. بنشكرك محمد عباس ناقد رياضي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الاولمبي في مباراته امام المغرب ان شاء الله. بس جدا نورتني يا محمد. منورك.